على الزوج حق، على الزوج حق، على الزوج حق أن ينفق على امرأته ولا يكلفها من الأوامر ما لا تطيق، وأن يسكنها في بيت يصلح لمثلها، وأن يعلمها ما يقوم به دينها، وأن يغار عليها غيرة شرعية، وأن يصونها صيانة تامة، وأن لا يتخونها، وأن يعاشرها بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وسئل عليه الصلاة والسلام: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو صحيح. ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف، وأن تتابعه في مسكنه، وأن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، وأن لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، وأن لا تخرج بغير إذنه، وأن تشكر نعمته التي أنعم بها عليه ولا تكفرها، وأن تدبر منزلها، وأن تتهيأ له، وأن تهيأ له أسباب المعيشة المرضية، وأن تحفظه في دينه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي والحاكم وهو حديث بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات